اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده اكل صحي بقدر الامكان، بنبحث جوه الاكله ونشوف تفاصيلها وايه الماده الدهنيه اللي بنستخدمها في الاكله، ونفلتر المواد الدهنيه اذا كان زبده او سمنه او زيت. النهارده هنعمل مع حضراتكم المسقعه. اي نعم الاسم يخض، مسقعه يعني نقل بتنجان او ارنبيط في قلب الزيت ولحمه مفرومه ودسمه بقى وصلصه طماطم والجو اللي احنا عارفينه. انا هعمل مسقعه الارنبيط النهارده بطريقتي الخاصه، وازاي اهرب من الدهون والقلي بتاع الزيت واعملها دايت كده لطيفه وحلوه بقدر الامكان، يعني نقول بنسبه تقريبا 50% دسامه. معانا لحمه مفرومه نسبه الدهون لا تتعدى 5%، معانا ارنبيط طبعا هنشويه في الفرن مش هنقليه في الزيت. معانا كمان طبق مهم جدا النهارده، الفواكه الشتويه لها طابع خاص ولها طعم خاص، هنعملها النهارده رز بالفواكه مع الجنزبيل. الجنزبيل والقرفه هنا هيتصدر الطعم ويبقى هو قيمته الغذائيه العاليه جدا. نستخدم الموز او التفاح، الفواكه اللي موجوده عندك في درج الثلاجه ولادك مش حابين ياكلوها لان فيها شويه مزازه، فيها شويه حموضه، فتعالوا نعمل لهم النهارده رز بالفواكه، نحليه بالسكر، نحليه بالعسل، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. معايا النهارده سلطه لطيفه بتغنينا عن الطرش على السفره، لان كمان لما بنعمل دايت مش لازم نحط قدام عينينا على الطاوله مخللات. خلينا نستخدم مثلا طماطم مخلله، خيار مخلل من صنع ايديك انت، معاك شيف شاطر تابعيه وهتشوف ازاي يتبل الطماطم النهارده بزيت الزيتون والزيتون، والزيتون طبعا قيمته الغذائيه عاليه جدا. معانا اطفال على السفره مش عايزين نظلمهم طبعا، لان لازم ان احنا نبهرهم بالسفره بتاعتنا. فمعايا بطاطس النهارده هعملها بطاطا حاره على طريقتي، مش هحمرها في الزيت، ازاي هشويها في الفرن وتاخد الكزبره الخضراء مع دبس الرمان، هتبقى لطيفه وحلوه هتاكلي صوابعك وراها. مش عايزين نطول على حضراتكم لان في تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه، والاكل النهارده صحي والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. نطلع فاصل صغير او تروحوا بعيد، تابعوني. هذا البرنامج برعاية ظبطت العشا، عايزه تكه خدي بترك حلوه بالفكه، انا فكره دي من زياده، تفرديها قشطه تفرديها ساده، يبقى خد بالباقي زياده. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نستعرض معانا الماتيريال بتاعنا ايه، او المشتريات بتاعنا اللي احنا اشتريناها مع فريق العمل والاخراج والتصوير الجميل. معانا لحمه مفرومه نسبه الدهون لا تتعدى 5%، معانا بطاطس متقطعه ومحطوطه في ميه من غير ملح علشان ما تسودش، ومعانا المقادير المعتاديه اليوميه اللي هو بصل وتوم وزبده، ما ننساش طبعا الارنبيط اساسي معانا، معانا قبل وبعد، وطماطم وريحان اخضر وزيتون وزيت زيتون. اما الفواكه طبعا اللي موجوده عندنا اللي هو العنب والموز والجوافه، ومعانا شويه كيوي كمان، وما ننساش طبعا الخس والرز. انا بس حابب استعرض الموضوع علشان من المقادير اللي قدامي دي هعمل منيو، هعمل حدوته، هعمل حكايه. الحكايه دي ممكن تكون اكل ما نسبه الدهون عاليه فيه، وفي نفس الوقت ممكن يكون الاكل ده صحي. الاختيار ما بين ايدك انت. هبدا طبعا بعمايل المسقعه. المسقعه النهارده مسقعه الارنبيط، قولوا معايا الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها، ارنبيط مشوي في الفرن، هنشوف شويناه ازاي مع بعض. لحمه مفرومه نسبه الدهون 5 أو 10%، معانا بصل وتوم، معلقتين دبس الرمان، صوص طماطم على النار بيغلي، طماطم مضروبه في الخلاط وحطيناها على النار بتغلي، معانا كزبره خضراء، ومعانا طبعا الملح والفلفل والكمون، واحنا طبعا عارفين شطار الكمون ليه مع الارنبيط عشان مشاكل الغازات اللي بتعمل لنا مشاكل. هنبدا ان احنا نشتغل في المسقعه. اول حاجه المسقعه الارنبيط عندنا الصوره، قبل استاذن فريق التصوير فرسان التلفزيون المصري، الارنبيط بنجيبه بنشتريه طبعا لازم يتقطع زهره كده، اخواننا السوريين واللبنانيين بيسموه الزهره، وبعد كده بننقعه في ميه كويسه علشان ينزل الرمله بتاعته، وبعد كده بنصفيه كويس وناخده نشويه في الفرن، يبقى معانا بالشكل ده كده. بنحط عليه شويه بهارات من الملح والفلفل والبابريكا والكمون، الارنبيط بيبقى جاهز بالشكل ده كده بيتشوي في الفرن. انا مش حاطط زيت للامانه والله، على فكره انا على ما نطلع على ما نطلع بالحلقه كده انا اكلت نصه. البصلية بتتحمر، والبصلية بتتحمر بتاعة المسقعة
بنحط عليها شويه بهارات حلوين، بهاراتنا للبصلايه والتقلينا، شويه بابريكا حلوين عشان عينيا ما تدمعش من ريحه البصل، وبنحط شويه كمون وشويه كركم حلوين كده. ادلع البصلايه دي كده قبل ما انزل باللحمه المفرومه. حد يقول لي شيف مغازي البصلية اللي بتحمرها قبل ما بتحط اللحمة المفرومة؟ المطبخ ده لما بقول رؤية وفن وإبداع مش من فراغ يا أخوانا، ده خبرة السنين. البصلية هنا لازم تتحمر كويس عشان ما تبقاش مصننة جوه اللحمة المفرومة بالشكل ده كده. اهو خلاص البصلية جاهزة اهي اهي، والزيت قليل جدا على فكرة. تلاحظوا ان البصلية عطشانة. بدأت البهارات جوه البصلية لونها اتغير. بننزل بشوية توم حلوين كده بالشكل ده كده، برضو تحميرة حلوة مهم جدا. عندنا اللحمة المفرومة بقى تاخد ايه؟ تعصيجة. واللحمة بتاعت المسقعة ما نشدش عليها في السوى جامد، نخليها جوسي كده فيها طعم، ده مهم جدا على فكرة لأن هي لسه هتخش الفرن. اللحمة معانا اهيت، ايه ده؟ روزماري حلوة ومش هيخسر في قلب اللحمة كده. معانا اللحمة المفرومة اهي. توصي الجزار يا حاج محمد ربنا يوعدك بزياره النبي، اديني حته لحمه كده هبره ما تتفرمليش فيها دهون. ليه يا حاجه؟ والله عامله النهارده اكل دايت كده، بشوف الشيف المغازي كل يوم حد بيعمل اكل رجيم، فعايز اخش المطبخ كده، وهو قال لي اتعاملي مع الدايت عادي خالص، بس الحاجه اللي فيها دهون ابعد عنها. بتحمري بصلايه في زيت وسمنه، كفايه معلقه زيت صغيره. بتستخدمي معلقه سمنه بلدي في الرز المعمر بلاها، الرز زي الفل من غير السمنه، وهكذا. نفسك جاي على السمنه يبقى نص معلقه وربع معلقه كده زي الفل. بتحط قشطه على الرز المعمر بلاها القشطه على الرز المعمر، حلو. بتحط كريمه لباني على المكرونه بلاها الكريمه اللباني، وهكذا. نحمر اللحمه كده، تبدا اللحمه تتعرف على البصله والتومه والبهارات الحلوه. نوسع الدنيا لنفسنا كده زي الفل. اللهم صل على النبي. اظبط الملح والفلفل للتتبيله، معايا طماطم بتغلي على النار. انا عايزك لما تقف في المطبخ تبقى زي الشيف المغازي كده، يعني انت لو دلوقتي لو مسكت الطماطم بشرتيها او ضربتها في الخلاط وحطيتيها على اللحمه المفرومه دي هتاخد وقت في السوى. انا عملت ايه من التحضير او المزمبلاس بتاعي؟ مزمبلاس يعني تحضير. بقول لك تظبيط الشغل اهم من الشغل. خدت الطماطم ضربتها في الخلاط وحطيتها على النار بتغلي، بكسب وقت اهي. هوريها لحضراتكم حالا دلوقتي. زي الفل اهي جاهزه. حطيت لها توابل يا شيف؟ لا، زي ما هي كده. هناخدها ونحطها على اللحمه المفرومه. تقوم اللحمه تتسبك كده. طب يا شيف مغازي لما نيجي نعمل مسقعه بتنجان نفس الطريقه؟ لغايه هنا نفس الطريقه، اما البتنجان طبعا مش هنحمره في الزيت. هنقطع البتنجان شرايح، وبعد ما نقطعه شرايح كويسه بنرش عليه شويه ملح ونحطه في مصفى، يقوم ننزل شويه ميه من بتاعته كده زي الفل. وبعد كده نحط عليه شويه بهارات، كمون ملح وفلفل، وندخله الفرن يتشوي. بعد ما يتشوي البتنجان بناخده بنرصه، وبنفس الخلطه اللي انا شغال بيها دي كده. الله، شويه صوص طماطم جامدين جدا. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ هنا دلوقتي هنطبق الاكله بتاعتنا. حلو الكلام. انا شفت دبس الرمان عجبني شكله، ايه المشكله لما اخد معلقه دبس الرمان احطها صوص الطماطم؟ يعني جودي شويه هيبقى طعمها حلو قوي. الله، هو ده خدتنا كده المسقعه دي ورحنا بيها على بلاد الشام. دبس الرمان، زعتر، زيت زيتون، دي بتاخدنا للمطابخ التانية. خلي بالك دي جاهزة كده. عايز اطبق المسقعة، اطبقها ولا نطلع فاصل؟ الكلام للكبير، ايه رأيكم؟ معانا معانا القرنبيط متحمر، معانا صوص اللحمة جاهز، نطبقها؟ طيب حلو قوي. معانا قرنبيط اهوت، بنرص القرنبيط كده سهلة خالص. حلوة كده الصورة زي الفل. القرنبيط شايفين في ايدي ازاي؟ اهو استوى. نحط طبقة كده من القرنبيط، وعندي لحمة مفرومة بتغلي على النار. اللحمة المفرومة اللي معايا دي محطة، ممكن نستخدمها مع مكرونة سباكيتي، ممكن نستخدمها مع مكرونة بالبشاميل. حلو الكلام. ممكن نستخدمها لحشوات كتير، كان نولي ايا كان انت حابب. اللحمة المفرومة زي الفل اهيت،
ايه الاخبار؟ اللهم صل على النبي. نحط كده اللحمه بسقعه. تعالي بقى شوف الدهون اللي موجوده فيها، احنا مع بعض اهو، واحده واحده كده. اللحمه قلنا نسبه الدهون فيها لا تتعدى 10%، ودي طبعا ما بين قطعيه الجزار. حلو الكلام. كنت ده بتطلبه من الجزار، هيقول لك السعر غالي شويه، يفرق في السعر، مفيش مشكله. حلو الكلام. انا هستاذن حضراتكم، اطلع فاصل وسيبونا ارص الزهره على اللحمه المفرومه كده وتاخد شكل حلو، لان طبق المسقعه ده لازم اتصور معاه، لانه هيخش التاريخ مسقعه الارنبيط وازاي الشيف عملها دايت، التفاصيل جوه الاكله. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الأخيرة لعمل الإبداع وظهور الإبداع مسقعة الأرنبيط على طريقة الشيف المغازي. بتاخد كده فليفر دبس الرمان مع الأرنبيط على الوش كده، شايفين الجو ده كده حلو قوي. عجبني الجو حلو. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ للأمانة المسقعة لو مش سبايسي ومشطشطة شوية ما بتبقاش حلوة، بس أنا هعمل حاجة حلوة وعشان الأطفال الحلوين يأكلوا منها. أما أعمل إيه بقى؟ باخد كده القرن الفلفل ده كده أقطعه وعلى الوش. والله عايزين ناكل سبايسي هننقيه وناكله، نبعد عنه هنبعد عنه. يبقى باين قدام عينينا كده. ده مهم جدا على فكرة. معانا طماطم شيري كده صغيرة برضو نجرنش بيها الطبق ده كده. الشكل بقى حلو ازاي. لوحة فنية في ايدك انت تجودي فيها وتطلعها بشكل حلو وتغيري من معالم الارنبيط اللي واخدين فكرة عنه ان هو بيعمل انتفاخات، بيعمل مشاكل مع القولون. انا استخدمت الكمون في تسوية الارنبيط، استخدمت الكمون في تحمير اللحمة، وده مهم جدا. درجة حرارة الفرن عندي 180، وفين مكانها الصينية الحلوة دي اللي فيها كل القيمة الغذائية والعناصر الغذائية اللي احنا عارفينها دي؟ بالتأكيد تتحط في نص الفرن. البطاطس حلو. طيب هناخد البطاطس ديت. ايه رأيكم نعمل البطاطس الحارة؟ اخوانا في الشوام اللبنانيين او السوريين يقول لك على البطاطس بطاطا، عشان برضو بفاهمين الدنيا ماشية ازاي. البطاطا الحارة على طريقة الشيف المغازي. احنا واخدين فكره عن البطاطا ان هي لو ما اتحمرتش في قلب الزيت وتطلع من الزيت تاخد الكزبره الخضراء والتومه ما تبقاش بطاطا حاره كده، احنا نبدا بنتهمها. لا، البطاطا بريئه، النشويات اللي موجوده في البطاطا، البطاطس يعني، والكربوهيدرات اللي موجوده في البطاطس مفيده جدا للجسم، وخاصه الرياضيين والاطفال في المراحل الاولى من عمرهم. حلو الكلام. ولكن نستخدمها ازاي؟ نشويها في الفرن. هنشويها دلوقتي بعد ما قشرناها، بلاش نحمرها في الزيت كتير، ممكن ناكلها متحمره مره في الاسبوع، مره كل 15 يوم، مفيش اي مشكله. ما نقولش الطفل صحته كويسه وايه المشكله لما ياكل مقليات، لا لا بالعكس. طبعا الجسم السليم وفي العقل السليم في الجسم السليم، فده مهم جدا على فكره ان من البدايه خالص تعودي ابنك تبقى هنا في ثقافه لموضوع الطهي، موضوع الاكل بتاعه. عليها بصلايه ناعمه، دي بطاطس انا هشويها في الفرن. بالشكل ده كده. حط عليها شوية خضرة من الكزبرة، حط عليها شوية زيت زيتون وزعتر وملح وفلفل، كل ده على البطاطس. خرجنا الجميل اهو، زيت زيتون، شوية بابريكا حلوين، وهنقلب البطاطس دي دلوقتي وندخلها الفرن. حلو الكلام. والله جاي على بالي بصراحة يعني احط لها شوية كاري ادلعها بقى، لان انا مش هحمرها في الزيت، وكده كده البطاطس للامانه يعني لما بتتحمر في الزيت بتاخد طعم، فخلي الطعم يطلع من بين ايدك كده. شويه كاري حلوين. الكاري ده تركيبه من التوابل، بيتشمل الكركم والكمون وجوزة الطيب فلفل وملح. بطاطس هنا جاهزه، هقلبها بالخلطه الحلوه دي كده واحطها في صينيه وادخلها الفرن. عايزه من الطايم تقريبا 10 دقائق او 15 دقيقه هتكون استوت. زي الفل. ايه الجو الحلو ده يا عم الشيف؟ بطاطس، ايه الجمال ده يا شيف؟ ولا اتحمرت في قلب زيت ولا اي حاجه خالص. وادخلها الفرن دلوقتي. من جور السعيد عم شفيق، ربنا بيسعده،
بطاطس ازاي هتخش مع القرنبيط دلوقتي؟ اه تتحمر بقى بالشكل ده كده، ما حمرناش في الزيت ولا اي حاجه. هنحطها في ارضيه الفرن. خلي بالك لما تيجي تعمل رز بالفواكه، انا جبت معلقه بريئه لسه جديده، جايبها لسه النهارده. اه لا عدت على بصله ولا تومه، لان هشتغل في رز بالفواكه. رز بالفواكه مقاديره على الشاشه، تشكيله من الفواكه، تفاح اخضر واحمر عشان محدش يزعل، معانا عنب، معانا فراوله، معانا موز، معانا جوافه، معانا جنزبيل، معانا كيوي، كل الفواكه دي تتقطع فروت سلطات بحجم كبير شويه. اهو نجيبها كده، ايه الجمال والحلاوه دي؟ اهو زي الفل، دي فواكه متقطعه. حلو، هوريها لحضراتكم كده سريعا. اللهم صل على النبي. اه فواكه متقطعه بالشكل ده كده، نصفيها من الشربات بتاعها. دايما الفواكه لما تجيبيها وتقطعها فروت سلطات تحطيها في محلول حامض. ايه محلول حامض ده يا عم الشيف؟ احنا مش عايزين كيمياء، كلمنا بالعربي، يعني تجيبي كوبايه ميه تحط عليها عصره ليمون، تقعد الفواكه عندك اسبوع في التلاجة لونها حلو بكل الوانها، التفاح بلونه والموز بلونه والعنب بلونه وهكذا. اهي الفواكه جاهزه اهي، ونشيل الميه دي مش عايزها. حلو الكلام. نرجع لعم القلقاس. القلقاس بيتجاب يتقطع، نجيب الخضره بتاعته في قلب الخلاط، كزبره خضراء، لو عندك شويه سلق يبقوا زي الفل، توم، كل دول ينضربوا في قلب الخلاط. بنحمر بصله حلوه على النار، ونجيب معلقه معجون طماطم مع البصلايه وتتحمر في معلقه سمنه بلدي. بناخد الخليط اللي انضرب في الخلاط ده بنسقطه على البصلايه، وناخد القلقاس بتاعنا ياخد غلوه في قلب الموضوع. عايز تعمله باللحمه المفرومه بنحط له لحمه مفرومه، ممكن نقطع مكعبات لحمه عليه مفيش اي مشكله. كده الفواكه جاهزه، وهشتغل دلوقتي في رز بالفواكه. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. هنعمله بالزبده ولا بالزيت؟ هو ده الكلام. معانا جنزبيل طازه، معانا معلقه زبده، معانا حله على النار. تعالوا دلوقتي نشوف التكنيك عشان ده مهم جدا. انا طبعا هستخدم زبده، والزبده هنا معانا جنزبيل وزبده ورز. حلو قوي. هنشتغل ازاي؟ المعلقه بتاعتنا زي الفل. باخد الرز ده كده، شوف انا هشتغل ازاي. بحط معلقه الزبده على الرز، حطيتهاش في النار، ركزي في الموضوع ده. واقلب الرز كده، واخد الرز زي ما هو كده. لان لو حطيت الزبده دلوقتي في طاسه سخنه هتسود مني. وحمر واحده واحده كده. بالطريقه دي كده. افلفل الرز بالزبده، والرز بيتفلفل احط عليه القرفه الناعمه. شفت الجو ده كده؟ هو ده الجو. شفت التكنيك العالي؟ كده بضمن ان الزبده ما تتحرقش مني ولونها يتغير، تبوظ لي طعم الرز. تكنيك عالي، الخبره لما بتلعب دورها هنا مهم جدا. زي الفل. احمر كده الزبده مع الرز. وانا في خلي التحمير معايا قرفه ناعمه، فين القرفه؟ اهي معايا فواكه جاهزه. حلوه، بحب القرفه الكتير انا مع الفواكه زي الفل، لان في تفاح هنا. ونقلب دول مع بعض. سيبوني بقى اعيش مع رز بالفواكه، والطبق ده طبق مميز هيخلينا ناكل الفواكه اللي احنا مش بنحب ناكلها لانها شويه حامضه، او شويه اولادنا ما بياكلوش منها. لما اقول حامضه تتفهم يعني فيها حامض كتير، يعني عامله زي الليمون كده. هنطلع فاصل صغير ونشوف ازاي نضيف الجنزبيل الطازه الفريش مع طبق بالفواكه اللطيف الحلو، واحنا كلنا عارفين فوائد الجنزبيل مع القرفه وخاصه في ايام البرد. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. طلعنا مسقعة القرنبيط من الفرن، وقولوا معايا الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها بأشكالها وتفاصيلها، الطماطم مع القرنبيط مع الفلفل الحار، ومعانا البطاطس في الفرن بتكمل سوا. ونكمل حكاية الرز بالفواكه مع الجنزبيل وحقوق الطبع لدينا وبس. الزبدة دابت جوه الرز، والرز اتعرف على الزبدة، مش الرز لوحده بقى قرفة ناعمة. فين القرفة؟ مغيرة طعم وشكل الرز. ده الرز المصري. نعم لا لازم رز مصر. الطبق ده ما يبقاش حلو غير لما يتعمل بالرز المصري. اللي بنصدره للدنيا كلها. حلو. الزبدة راحت فين؟ ساحت وراحت مطرح ما راحت. ناخد الفواكه بتاعتنا. ينزل كده. حلو، سؤال وجيه جدا.
سؤال جانا من مين سأل على السوشيال ميديا عشان برضو نوجه له، يا استاذه غاده ينفع تحط مستكه مع الرز؟ بس طعم المستكه هنا هتغلب على الفواكه شويه، بس اذا احنا بنحبها مفيش مشكله. الله على الفواكه والوانها الطبيعيه واشكالها الطبيعيه. الطبق ده بقى ميزته ان هو ايه، كبار السن، مامي بابي اللي في البيت عندنا، حبايبنا جيراننا. ايه المشكله لما نهديهم كده؟ ممكن الجيران ما شافوش الحلقه النهارده، لما يعجبهم الطبق ده والله بتفرج على القناه الاولى. شفت الشيف المغازي عمل رز بالفواكه، يا اختي جاب فواكه قطعها مكعبات زي اللي بنعملها فروت سلطات عارفاه، اه، وجاب رز مصر، كوبايه رز مصر اتغسلت بس حمر الزبده مع الرز وحط عليها فواكه بالشكل ده كده، وقلب. لسه معايا هنا ميه بتغلى على النار، مش حليب يا شفيق. لسه حلو الكلام ده، مش ياخد وقت كتير. وعنا جنزبيل طازه، ناخد الجنزبيل ده كده. الجنزبيل ده بقى هو اللي هيقلب كيانها خالص، جنزبيل وقرف هو الطعم هنا. الجنزبيل مفيد جدا، من ضمن الدرنيات زي البصل زي الثوم، وهو طبعا يتصدرهم ويبقى هو الاسد في وسطيهم، الجنزبيل بالذات، عشان كده بتلاقوا سعره غالي شويه. ده دوره بيعالج الكوليسترول، المشروب بتاعه كمان حاجه مهمه جدا، بيحرق الدهون في الشرايين الدقيقه للجسم. ده جنزبيل طازه موجود عند اي فكهاني، مش هنجيبه من بره ولا حاجه. وسعره في متناول الجميع، ينزل على الفواكه. الله على الاخراج، الله على الصوره الحلوه. زي الفل. معانا ميه بتغلى على النار، اللهم صل على النبي. شيل المصفه دي كده، الميه دي ميه عاديه خالص، بس يفضل ان هي تكون ميه مغليه عشان نكسب وقت. يا ويلي، ارفع ايدك انت مصر، كفايه، لان هنا الفواكه غنيه بالسوائل. المطبخ لما بقول رؤيه وفن وابداع، الميه هنا او نسبه الميه هنا مع الفواكه دي بالذات لازم يبقى فيه كنترول، لان عندك التفاح، عندك الفراوله، عندك الموز، دي كلها هتنزل سوائل دلوقتي، فما تكتريش الميه كتير. الرز هنا مع الفواكه يقول لك اتقل على الرز يا مغازي لما يستوي، بس مش قبل ما يغلي. ابص عينيا كده بس، هغطيه عموما كده اهو واسيبه شويه. حلو الكلام. ونقفل كل النار اللي معانا عشان نوفر فاتوره الكهرباء، مهم جدا وانت في المطبخ، حنفيه مفتوحه على الفاضي بلاشها. حلو الكلام. غاز مفتوح على الفاضي بلاشه، مش تقولي فاتوره الغاز بتيجي رخيصه، لا لا لا. هعمل دلوقتي سلطه الطماطم بالزيتون، مقاديرها على الشاشه. احنا معانا في الفرن البطاطا الحاره، هتطلع نغرفها، مش محتاجه اي حاجه خالص. ومعانا الارنبيط خلاص على الشاشه قدام حضراتكم. حلو الكلام. وهنعمل دلوقتي حاجه اللي هي اسمها سلطه الطماطم بزيت الزيتون والزيتون. هنقطع الطماطم، والمقادير على الشاشه بسيطه وسهله في متناول الجميع. اول حاجه هعمل الصلصه بتاعه السلطه. معانا زيتون بتقطع شرايح بالشكل ده كده، معانا ريحان اخضر بناخد منه شويه، بنجيب السكينه نفرمهم بالسكينه ناعم كده. حلو الكلام، مهم جدا. شفتوا انا شغال في المطبخ ازاي؟ ده انا نشيلها خالص من هنا يا برنس. عيني اوبا، يلا تعالي ورا. حلو الكلام. اللي بيقول لي عليه المخرج بنفذه، لان هو اللي شايف ورؤيته هي الدائمه. هناخد الريحان الاخضر ده كده بالسكينه يا عم الشيف. اوعى تعور ايدك، خلي بالك. ناخده كده على الزيتون، اللهم صل على النبي. السلطه دي حلوه قوي على فكره. ونحط يا عم الشيف على الخلطه دي شويه دبس الرمان، يا ويلي حلو قوي. ونحط فص ثوم محترم، حلو قوي. ونحط شويه زيت زيتون، معانا زيت الزيتون زي الفل يا عم الشيف. السلطه دي بس عايز اقول فكرتها ايه، زيت زيتون. حلو. ونحط معلقه خل على زيت الزيتون، وملح وفلفل، عايزاها سبايسي قطعي قرن فلفل حار في قلبيها، شويه خل صغيرين والملح عينيا، وادي الملح والفلفل كده، دي جاهزه زي الفل.
ما تنساش يا عم الشيف الله يوفاك عصرة ليمون، لأن دي داخلة في دور المخللات. اه كده الخلطة بتاعتي جاهزة، بقلبها كده سريعا. حلوة أوي. نمسك الطماطم بتاعتنا بنقطعها في قلبيها سريعا كده. اه اربع بالشكل ده كده، وانت بتقطعها خلي بالك شيل الايه مكان الزهرة بتاعتها. اه الطماطم دي على فكرة لما نيجي ناكلها كسلطة ما ينفعش نعملها وناكلها على طول، المفروض تعمليها وتحطها في التلاجة على الأقل خالص ساعتين. هتدعيلي. اه زي الفل تمام. اه ادي فكرة عمل سلطة الطماطم بس لحضراتكم كده سريعا عشان تبقى عرفت الفكرة. كمان واحدة سريعة اهي عشان اطلع الحاجات اللي في الفرن. نغرف الرز بتاعنا عشان وقتنا سرقنا، الشغل كتير النهاردة وفي تفاصيل كتيرة. اهو نقلب دول كده مع بعض. ايه السلطة الحلوة دي يا عم الشيف؟ اه خدتش وقت كبير مني، وزي ما قلت لحضرتك عايزة تعمليها حطها في التلاجة ساعة زمن بس عشان تشرب من الصلصة اللي أنا عاملها. حلو أوي. إيه اللي في الفرن يا عم الشيف؟ صلي على الحبيب، اللهم صل على النبي. شوية بطاطا حارة بيتكلموا مصر، لأن اللي عاملهم مصر. أهي إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ في طبق كده ونغرفهم بسرعة لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السرفيز الحلو ده كده. طريقة سهلة وبسيطة، قدرت إنك تعملي طبق بطاطس حلو لولادك على السفرة بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. أهي أهي ما فيهاش زيت وما فيهاش أي زيت. حاضر يا أستاذة، ما فيهاش أي زيت خالص. أه إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ أه ونخليها هنا. طبق الرز بالفواكه بتاعنا بسرعة. اغرف الرز ده بسرعة. حطيها على الشاشة يا فندم، حطيها على الشاشة. يلا ادي الرز. اللهم صل على النبي. بطاطا حارة سهلة جدا، أهم حاجة تقشر البطاطس زي ما شفنا مع بعض. تحط لها زيت الزيتون مع التوابل تبقى لطيفة كده، وتخش الفرن في درجة حرارة فرن عالية جدا. ليه يا عم الشيف؟ عشان البطاطس ما تنشفش وتبقى معاكي زي السفنجة. شايفين الفواكه واخدة اللون الطبيعي بتاعها، الاخضر اخضر والاحمر احمر بالشكل اللطيف ده كده. اه زي الفل. طعم الجنزبيل والقرفه هو الغالب. اللهم صل على النبي. والسلطه بتاعتي جاهزه وزي الفل اهي كمان عشان حبايبي ما يزعلوش مني. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ عينيا. اه ايه الحلاوه دي؟ الرز عينيا. اه حاضر يا فندم. اه شيل ده من هنا. اللهم صل على النبي. ونقدم ده كده والحلاوة دي كده. مطبخنا على شاشة القناة الأولى كالعادة، رؤية فن إبداع، ولكن النهاردة الأكل صحي والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج. بأفكار بسيطة وسهلة تقدر توصلي للهدف بتاعك ويكون الأكل بقدر الإمكان هيلسي وصحي لأفراد كل العائلة صغير وكبير. تابع الشيف المغازي يوميا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.